أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة سنخصصها لمناقشة ملف الانتهاكات، انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق المواجهات. إذن مشاهدينا، تستمر آلة الحرب في حصد أرواح اليمنيين، حرب لا خاسر فيها سوى المدنيين الذين تكتفي منظمات المجتمع الدولي بتجميع أعداد الانتهاكات بحقهم دون تحرك جاد لتوقيفها. اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان أعلنت عن توثيق 490 حالة انتهاك قام برصدها فريق اللجنة في جميع المحافظات. وأشارت اللجنة في بيانها الصحفي إلى أن أغلب ضحايا الحرب هم من النساء اللواتي احتفل العالم أمس بيومهن العالمي. كما أكد البيان الصحفي للجنة أن عامي 2015 و2016 كانا الأكثر دموية على اليمنيين، خصوصا النساء. ودعت اللجنة جميع الأطراف للالتزام بقواعد القانون الدولي الداعي إلى حماية المدنيين. مشاهدينا، نتوقف هنا لمناقشة هذا الموضوع في محورين: مآلات الوضع الإنساني في اليمن في ظل استمرار الحرب، وما دور الحكومة الشرعية والمنظمات إزاء انتهاكات الميليشيا لحقوق الإنسان. لكن مشاهدينا، قبل البدء نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. كلما طال أمد الحرب زادت ضحاياها، هكذا وضعت الميليشيا اليمنيين في علاقة طردية مع الموت والألم. منذ عامين وأكثر والميليشيا تفتك بحياة الأهالي في المناطق التي مرت عليها لتجعل منها ساحة حرب لا يتوقف فيها جريان الدم. وفي المقابل تحولت المنظمات المدنية إلى عداد وراصد للانتهاكات اليومية التي توزعت بين القتل والتهجير وتدمير الممتلكات العامة والشخصية. اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان أكدت في مؤتمر صحفي بشأن الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين أن الميليشيا ارتكبت 543 حالة قتل بحق المدنيين، من بينها 13 امرأة وست أطفال وإصابة 67 آخرين. قام راصدي اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان خلال شهري يناير وفبراير ضمن أنشطتهم ومبادرتهم المعتادة برصد وتوثيق عدد 490 انتهاك وقعت تلك الانتهاكات خلال الأعوام 2015 و2016. البيان الختامي أوضح أيضا أن اللجنة رصدت 490 حالة انتهاك في جميع المحافظات اليمنية، من بينها 186 حالة تهجير و57 حالة قتل خارج نطاق القانون و29 حالة زرع ألغام فردية. كما وثق فريق الرصد ما يزيد عن 36 حالة اعتقال وإخفاء قسري وتفجير 22 منزلا. وكان عام 2015 و2016 أكثر الأعوام الدموية على النساء. اللجنة ذكرت أيضا أن العام المنصرم هو الأسوأ على الإطلاق بالنسبة للمرأة اليمنية التي لاقت فيه صنوف العذاب. إذن مشاهدينا، نبدأ النقاش وينضم إلينا من تعز عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان إشراق المقطري. مرحبا بك سيدة إشراق. مرحبا. أهلا بك سيدة إشراق. في البداية، ما أبرز ما تضمنه التقرير الذي تم الكشف عنه اليوم؟ اليوم طبعا صدر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بيانها الشهري، وهو يعد البيان الأول للعام 2016. هذا البيان احتوى على أهم أعمال الرصد والتوثيق والتحقيق التي قامت بها اللجنة في الوقائع التي حدثت الأعوام الماضية، لكن التركيز كان على ما قام به وأنجزه راصدي اللجنة خلال شهري يناير وفبراير. هذه الآلية، وهي آلية إصدار بيان شهري توضيحي كنوع من التطمين ورسالة أيضا للإعلام وللمجتمع المدني والمجتمع أيضا الدولي، وإضافة إلى الضحايا وذوي المصلحة، بأن اللجنة تقوم بأعمالها بشكل مستمر وبما يحفظ لهؤلاء الضحايا حقوقهم قدر الإمكان. نعم سيدة إشراق، إجمالا أنتم في اللجنة الوطنية كيف تتعاملون مع هذه الانتهاكات؟ يعني هل تكتفون برصد الجرائم وتوثيقها، أم أن هناك خطوات أخرى تقوم بها اللجنة؟
من البيان نحن أوضحنا بعمل الأعمال التي نقوم بها، ليس الموضوع أن نقوم بعمل الرصد وتوثيق برغم أن نقوم بالفعل كمبدأ لحفظ حقوق الآخرين وحقوق الضحايا وتوثيق ما طالهم انتهاكات، نقوم بها أعمال الرصد والتوثيق. لكن ذكرنا أيضا في البيان بأننا بعد الانتهاء أو بعد أن انتهينا من الرصد وتوثيق عدد من القضايا قمنا بإجراءات التحقيق، وبالتالي فإن المهمة الأخرى المختلفة تماما عن بقية مهام المؤسسات الأخرى هي مسألة التحقيق في هذه القضايا ووضع خانة المتسببين أو توضيح المتسببين بتلك الانتهاكات، وبالتالي استكمال الملف القانوني لتلك الانتهاكات ولهؤلاء الضحايا وتحديد حقوقهم والتوصيات بما يمكن أن يساعدهم في الحصول على حقوقهم وضمان عدم الإفلات من العقاب. وبالتالي نقوم بعد عملية الرصد والتوثيق بعمل والتحقيق، وبعد ذلك أعمل صدور تقرير يوضح توصياتنا ويوضح مآل هذه النتائج ومصير تلك الملفات. نعم سيدة أشراق، سأكمل معك من هنا، ولكن دعيني أن أرحب بضيف الآخر من القاهرة، سينضم إلينا وكيل وزارة حقوق الإنسان السيد نبيل عبد الحفيظ. سيد نبيل مرحبا بك. مرحبا بك وبضيفتك العزيزة. أهلا بك سيد نبيل. يعني من خلال تقارير الرصد والتوثيق بات يبدو أن الميليشيا تقود حربا مباشرة على المدنيين في اليمن. هذا صحيح، كل التقارير التي رصدت الواقع والواقع على الأرض أكدت أن هذه الميليشيات تتعامل بشكل انتقامي مع المدنيين، وخصوصا في المناطق التي رفضت أن تخضع لسطوتهم ولأعمالهم الإجرامية، وبالتالي تراكمت أعداد مهولة من الأرقام للجرحى والمصابين والقتلى والمعتقلين وغيره، فلم يتركوا أي بند من بنود حقوق الإنسان إلا وانتهكوا. نعم، أين هو الدور الحكومي في مواجهة هذه الانتهاكات سيد نبيل؟ في المرحلة الحالية نحن نقوم بعمل تشاركي وتعاوني وتكاملي مع الجهات الحكومية والجهات المستقلة وجهات المجتمع المدني من أجل رصد وتوثيق هذه الجرائم، من أجل إنشاء ملفات متكاملة لهذه الجرائم أولا، ثانيا الرفع بكل ما يحدث إلى الجهات الإقليمية والدولية، حيث كنا في الأسبوع الماضي نشارك في اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في الجامعة العربية، والآن نحن في جنيف نقدم تقاريرنا حول ما يحدث على أرض الواقع من انتهاكات من قبل هذه الميليشيات. نعم سيد نبيل، لكن هناك من يطرح بأن الميليشيا ترتكب هذه الانتهاكات لأنها كما يبدو واثقة من عدم الملاحقة، خصوصا إذا ما انتهت الحرب، يعني إذا انتهت هذه الحرب إلى تسوية سياسية ستقفز هذه التسوية على حقوق الناس، كيف تردون على مثل هذا الطرح؟ هم في الحقيقة وخصوصا جماعة الحوثيين لا يفقهون أعتقد بشكل كافي مفاهيم القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان وما ترتب عليه هذه المواثيق من ملاحقات و عدم تساقط سقوط للجريمة مهما تقادمت، ولا يعلمون يبدو لي أيضا أن المحكمة الجنائية الدولية الآن أصبحت فيها نظام أو وجدت بشكل أساسي لتحقق حتى للأفراد حقهم في تقديم القضايا والشكاوى، وبالتالي حتى إذا تهاونت بعض الدول فإنه من حق الأفراد أن يطالبوا بالإنصاف والعدالة عبر المنظمات الهيئات الدولية إذا لم يجدوا ذلك بالإنصاف المحلي، وبالتالي فهذه الجرائم لن تسقط حتى إذا طال الأمد بالنسبة لبعض الأشياء في الداخل، لكنها لن تسقط على المستوى الدولي على المدى القريب والبعيد. نعم إذا نشكرك جزيلا وكيل وزارة حقوق الإنسان السيد نبيل عبد الحفيظ، سيغادرنا لضيق وقته وسأعود لاستكمال الحديث مع السيدة إشراق المقطري. سيدة إشراق، يعني هناك أكيد ما هو مؤكد أن هناك اتصالات بينكم وبين منظمات حقوقية دولية، لكن ما مدى التفاعل والاستجابة؟
نحن طبعا بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني نحاول بناء شراكة حقيقية للاستفادة من المعلومات التي تتواجد لديها، هذا فيما يخص منظمات المجتمع المدني المحلية المتواجدة في عموم المحافظات التي تكون أحيانا قريبة أيضا إلى الضحايا وقريبة إلى الحدث. بالتالي نوعية العلاقة والشراكة بين المنظمات هي الاستفادة مما لديها من معلومات وبيانات ومن شكاوى يقدم إليها الضحايا ومن الرصد الذي قامت بعمله، وعكسه في أعمال اللجنة وبعد ذلك تتبع مدى يعني جدوى ومدى دقة هذه المعلومات وتحويلها إلى ملفات قانونية وفق الإجراءات التي تقوم بها اللجنة الوطنية. بالنسبة للمنظمات الحقوقية الغير دولية مثل منظمة الهامان رايتس واتش أو منظمة العفو الدولية، أيضا يوجد هناك نوع من التنسيق والتواصل للاستفادة أيضا مما لديها وإعطائهم أيضا صورة عما تقوم به اللجنة من نزول و إجراء معاينات وتتبع وتحقق لوقائع الانتهاكات وحقيقة تلك الانتهاكات والأطراف التي قامت به. أيضا في الجانب الآخر هناك علاقة جيدة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان كونها الجهة التي كلفت بتقديم الدعم الاستشاري، وبالفعل كما ذكرنا بالبيان أن هناك لقاء تشاوري عقد بين اللجنة والمفوضية لتنفيذ هذا القرار، لأننا انتظرنا تنفيذ هذا القرار أكثر من 7 أشهر حتى هذه اللحظة لم يتم، لكننا ما نزال نبحث عن تنفيذ لهذا القرار لتستفيد اللجنة في تقديم عمل أكثر جودة. نعم سيدة أشراق، أيضا هناك من يتساءل لماذا لم تشارك اللجنة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف؟ بالنسبة للجنة الوطنية كما ذكرت هي لجنة وطنية مستقلة تعمل في أعمال التحقيق في الانتهاكات، بالتالي هي مشاركتها الرئيسية عادة ما تتم في سبتمبر في جلسات مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر، لكن هي قدمت لأيضا الحكومة اليمنية أو المبعوث من يمثل الجمهور اليمنية أيضا في جنيف توضيح فقط لأعمالها. نحن في اللجنة في بخصوص انعقاد مجلس حقوق الإنسان أيضا سوف يتم الأسبوع القادم بإذن الله إطلاق التقرير الخاص باللجنة والذي سيتم أيضا الإشارة إليه أمام مجلس حقوق الإنسان من قبل ممثلي الحكومة اليمنية لتوضيح ما وصلت. بالتالي الأسبوع القادم سوف يكون إطلاق التقرير الفصلي لمدة الخاص ب6 أشهر بعد التقرير الأول الذي صدر في أثناء انعقاد مجلس حقوق الإنسان في الدورة السابقة في سبتمبر 2016. هذا سوف يكون التقرير الثاني وسيوضح ربما سيكون أكثر تفصيلا، ونأمل أيضا القنوات الإعلامية الاهتمام به، موضح فيه كافة الأنواع والانتهاكات التي وجدت في عموم اليمن، وهي كان التوضيح والتقرير يوضح نتائج تلك التحقيقات وما وصل إليه وتوصيات كثير فيها من الدقة وفيها كثير من المسؤولية لكل طرف من الأطراف، ضمانا أيضا للحد من تلك الانتهاكات وتوقفها، وتأكيدا أيضا على تحليلنا القانوني لتلك الانتهاكات وتحديد مسؤولية تلك الأطراف. نعم سيدة إشراق، اسمحي لي أن أشرك أيضا معنا في النقاش، سينضم إلينا الآن من جنيف وزير حقوق الإنسان السابق السيدة حورية مشهور. سيدة حورية مساء الخير. مساء النور، أهلا بك سيدة حورية. إلى أين يمكن أن يصل الوضع الإنساني في اليمن في ظل الحرب المستمرة حاليا؟ طبعا الوضع الإنساني كارثي، والناس الذين يعيشون في اليمن ويعيشون في تلك المناطق خاصة تلك المناطق التي تدور فيها رحى الحرب والصراع والنزاع والميليشيات المسلحة وحصار تلك المناطق. الوضع كارثي بكل المقاييس. تقارير المنظمات الدولية أشارت إلى وضع غير مسبوق إنسانيا، حينما يكون لديك أكثر من 2 مليون نازح نصفهم من الأطفال والنساء، حينما يكون لديك أكثر من 3 مليون مشرد خارج البلاد، حينما تكون هناك صعوبة في الوصول إلى الغذاء والماء والدواء، الوضع كارثي بكل المقاييس. وطبعا مع استمرار الصراع ومع عدم الرجوع إلى مربع السلام وإلى طي صفحة الصراع والنزاع، وأنتم تعلمون جميعا أن الميليشيات الانقلابية المسلحة هي التي تعطل أي حلول سلمية للوصول إلى الاستقرار، للوصول إلى البناء والتنمية. الوضع الإنساني خطير جدا في اليمن، وإذا نحن ندفع تقريبا والشعب اليمني يدفع كلفة كبيرة جدا في هذا النزاع والصراع، وإذا استمر هذا المشهد الحقيقة فإن الوضع كارثي أكثر وأكثر سيكون.
ينبغي أن يتم توقف النزاع، ينبغي أن يتم توقف الصراع واللجوء إلى العدالة الانتقالية. كيف يمكن هذا سيدة حورية؟ كيف يمكن هذا؟ يعني كيف يمكن وقف هذه الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في اليمن بشكل يومي؟ ينبغي أن المجتمع الدولي أيضا ينبغي أن يعود لإنفاذ قراراته. اتخذ قرارات دولية وللأسف الشديد لا توجد هناك آلية لإنفاذها، وخاصة القرار 22/16 الذي يلزم الميليشيات بتسليم السلاح، الذي يلزم الميليشيات بطي صفحة الحرب والعودة إلى مربع السلام، سلام حقيقي وليس مماطلة وليس تسويف وليس تضييع واستهلاك للوقت كما حصل في جنيف وكما حصل في الكويت. أن تكون هناك رغبة جدية، لأنه الحقيقة أن الحكومة الشرعية راغبة في السلام والمجتمع الإقليمي والدولي يدفع بهذا الاتجاه، ولكن الطرف الانقلابي لا يستطيع إلا أن يعيش على الحرب وعلى استمرار الصراع وعلى استمرار النزاع. فينبغي أن يحتكموا إلى الإنسانية وإلى القيم وإلى الأخلاق الذي لا تسمح الحقيقة بهذه الكارثة الإنسانية، بوفاة الأطفال، بوفاة النساء، بوفاة الأمهات بعدم وصول الغذاء والدواء. هم المتسببون في هذه الكارثة الإنسانية المسبوقة وما زالوا للأسف مستمرين في غيهم. وللأسف يعني لا يوجد أي مراعاة للجانب الإنساني، هناك إيغال من قبل الميليشيا في الانتقام من المدنيين بطرق وحشية. يعني ما هي الأسباب في ذلك سيدة حورية؟ يعني نستطيع القول أنها واثقة من عدم الملاحقة أم ماذا؟ لا، الملاحقة الحقيقة أنها ستأتي، لأن هذه تعتبر من جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، وبالتأكيد هناك منظمات مجتمع مدني، المجتمع الدولي أيضا، منظمات دولية تقوم بتوثيق هذه الجرائم وهذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والمحاسبة والمساءلة حول هذه الجرائم. هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، الإخفاء القسري، التعذيب، القتل، حصار البدن، حرمان الناس من المواد الأساسية، هذه كلها جرائم خطيرة جدا وأدت إلى تساقط ضحايا كثر. فهذه جرائم يحاسب المسؤولون عنها، لن تسقط على الإطلاق بالتقادم. نعم سيدة حورية، إذا ما نظرنا للدور الحكومي، الحكومة الشرعية في تعريف العالم بجرائم الميليشيا، كيف تقيمين هذا الدور؟ الحكومة الحقيقة حتى الآن لا تقوم أو لا تعمل بكامل طاقتها وقدراتها، ما زالت تواجه صعوبات وتحديات كبيرة، لكن لا تبذل قصارى جهدها في ظل هذا الوضع المعقد، في ظل هذا الوضع الصعب، يعني تقوم بالدور بما تستطيع أن تقوم به، مدعومة بالتحالف، مدعومة الحقيقة إلى حد ما بالمجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي هو لا يتعامل مع ميليشيات مسلحة، يتعامل مع الحكومة الشرعية، ولكن يضطر الحقيقة بالحد الأدنى في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيات. هم لا ينبغي أن يكونوا هناك، ينبغي أن يتواجدوا أيضا من أجل تقديم المساعدات والمعونات للناس، من أجل أيضا الاطلاع على الأوضاع. نعم. لكن مع ذلك أنتم تعلمون إلا أنه في الأسبوع الماضي منعوا منسق الشؤون الإنسانية من الوصول إلى تعز، من الاطلاع على الأوضاع. نعم. الخطيرة جدا في تعز، منعوا رئيس لجنة الخبراء الدولية المشكلة بقرار مجلس الأمن أيضا من الوصول إلى صنعاء. فهم أيضا يقاومون وجود الهيئات الدولية والمؤسسات الدولية التي ممكن أن تقف على الوضع الكارثي في اليمن، الذي يمكن أن أيضا تصل إلى الحقيقة وتعرف الحقيقة على أرض الواقع كما هي، حتى يعني بدون هذه التقارير التي تصلهم من منظمات مدنية، من هيئات مستقلة. أيضا هم بأنفسهم يعلمون صعوبة الوضع وتعقيدات الوضع والوضع الكارثي الذي يعيش فيها اليمنيون. نعم، إذن أشكرك جزيلا وزير حقوق الإنسان السابق سيدة حورية مشهور، كنت معنا من جنيف، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي الآخر سيدة إشراق المقطري. سيدة إشراق، يعني كيف تنظرين إلى الدور الدولي، دور منظمات حقوق الإنسان الدولية في التعاطي مع الملف الإنساني في اليمن؟
ربما هذا هو الشق المؤلم، بأن هذه المنظمات حتى هذه اللحظة لم تعطي التوصيف الحقيقي والحجم الحقيقي بالفعل لحجم الخراب وحجم آثار هذه الحرب على المواطنين اليمنيين. ما تزال تتعاطمها بكثير من السهولة وكثير من التساهل. الدليل على هذا ربما ليس فقط عدم وصول المهام الإنسانية والإغاثية للمدنيين المتضررين أو المحاصرين في المدن، لكن أيضا عدم التعاطي حتى مع التقارير ومع نتائج أيضا التوصيات سواء منظمات المجتمع المدني أو المؤسسات الوطنية المستقلة في قضايا التحقيق وغيرها، أو حتى مطالب الحكومة بعمل تدخلات للملفات الحقوقية. الاهتمام التركيز من قبلهم ربما في الشق السياسي أكثر منه في الشق الحقوقي. يعني ربما ما ذكرته الأستاذة حورية وربما أيضا ما ذكره الأخ نبيل من وصف للمآسي من منظور أرقام، لكن عندما يكون الوضع في الميدان حقيقة يعني نحن أيضا الذين نتواجد في الميدان ربما نتفاجأ كل يوم بشكل جديد. يعني بالأمس اللجنة الوطنية للتحقيق صعدت إلى قرى في منطقة قرية الديم في مديرية صدر موادي، ومهلنا اختباء النساء وبقائهن طوال الليل في داخل حيود تحت يعني يغطيهن التراب، أمامهن بجوارهن وجدنا ثعابين مقتولة، فهي تقول يعني الموت من الله ولا الموت من البشر، بمعنى أنه راضية بقضاء الله أن أموت في هذا الحي تحت هذا التراب ولا أن أقتل بشظية أو برصاصة وأنا لست ليس لي أي دور وليس لي أي جريمة أو جنحة قمت بها. يعني صورة انتهاكات وحجم المآسي الحقيقية جدا قاسية. يعني الصورة النساء المتواجدات في مخيم مجزر في محافظة الجوف منذ عامين ونصف تاركات منازلهن بعد أن هجرن في الصحراء في ظل عدم أي تدخل لمنظمات إغاثية ومنظمات حقوقية. مثل هذه القضايا أو هذه الانتهاكات سيدة إشراق، كيف يمكن أن تنقلوها أنتم للعالم؟ أخي ربما نحن نحاول كما يحاول البقية، ولا نقول بأننا قمنا بالشيء الكبير. القضية أكبر بكثير من أن يقوم بها مؤسسة أو جهة واحدة. التكاتف جميع الجهات أصبح من الضروري جدا بأن يكون هناك بالفعل خطة واحدة أو خطة متقاربة تجمع هؤلاء الجهات المؤسسات الوطنية والمنظمات المجتمع المدني الحقيقية العاملة في مجال الرصد والتوثيق ومجال حماية حقوق الإنسان بعيدا عن المزايدات، إضافة أيضا إلى العمل الشعبي والاهتمام الأكثر أيضا والتركيز المعول عليه بالصوت الخارجي، صوت أيضا المؤسسات والمنظمات المتواجدة بالخارج، مصداقية المنظمات الدولية الغير حكومية العاملة في مجال الرصد والتوثيق كالمنظمات الهمرات وغيرها، أيضا كما ذكرت الدور الحكومي في أمل العامل أمام البعثات الدولية ليوضح حقيقة ما يدور في الميدان. لكن إذا ما استمر الواقع هذا على ما هو عليه سيدة إشراق، هذا الحجم إذا ما استمر هذا الواقع كما هو عليه وأيضا استمرت هذه الانتهاكات، يعني ما الذي سيترتب على ذلك في المستقبل؟ أخي ما رأيناه ومن سمعناه من يعني لغات وأحاديث حزن وأحاديث يأس من الضحايا يقول بأنه سوف تكون دورات عنف ودورات وحروب قادمة كثيرة إذا لم يتم توقيف بالفعل هذه الحرب أو عن طريق إيقاف المعتدي وعن طريق إنصاف الضحايا، وليس فقط إيقافها دون إعطاء حلول ومدخلات حقيقية فعلية تمنع تكرارها. بالتالي عدم الإسراع في النظر لحقيقة ما يدور من انتهاكات ولحقيقة وحجم تلك الانتهاكات لا سيما المستضعفين يعني بالذات النساء. يعني اليوم ليس فقط كان مؤتمر صحفي ما كان معنا مع اللجنة الوطنية، إنما جلسة استماع يعني قدمت أكثر من 10 نساء من المهجرات، من الضحايا المبتورات أطرافهن، من التي فقدت الحق في الأمومة بعد أن كانت أما أصبحت خالية من يعني فقدت هذا الحق بعد أن قتلت طفلتيها بدون أي ذنب. بالتالي هذه الأوجاع وهذه الحقائق هي حقيقة الوضع اليمني، ليس الحقيقة هي مؤتمر وأرقام وإحصائيات. الحقيقة هي أن هناك ناس يتوجعون ويتألمون، وهؤلاء الناس حصلوا على قدر كبير من القرارات الفردية والقرارات قد تتحول إلى قرارات جمعية، بأن إذا لم ننصف فبالتالي نحن لا ينظر إلينا كبشر ولا ينظر إلينا بأننا نستحق الإنصاف. هذا استمرار لعملية الحروب المستمرة والكراهية والأحقاد وانعدام التعايش الاجتماعي وتمزق أكبر أيضا للنسيج الذي تمزق في ظل 3 سنوات من الحرب. أشكرك جزيلا، وضحت الصورة. عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان،
كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك إشراق المقطري. إذن المشاهدين، سينضم إلينا الآن أيضا المتحدث الإعلامي باسم ائتلاف رصد أحمد عادل الصهيبي. سيد أحمد مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد أحمد. في البداية، ما هي آخر البيانات والمعلومات التي لديكم عن الانتهاكات بحق المدنيين في تعز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للوضع الإنساني أيضا في مدينة تعز، لا زال الوضع من سيء إلى أسوأ. هناك القتلى المدنيين الذين يتساقطون بشكل يومي أو بشكل شبه يومي، لا زالت الفاتورة مستمرة. هناك القصف العشوائي لا زال أيضا مستمر. خلال الشهر الماضي، شهر فبراير فقط، هناك 51 قتيل بالإضافة إلى سقوط 255 جريح. أيضا هناك أيضا في شهر يناير السابق، كما رصدنا في ائتلاف الإغاثة الإنسانية، سقوط أيضا عشرات القتلى بالإضافة إلى أيضا عشرات الجرحى. نعم، أنت حدثتني الآن عن أرقام ولكن لم تحدد الجهة التي قامت بهذه الانتهاكات. هناك أحمد، هل تسمعني؟ هناك جهات كثيرة. نعم. قامت تعرض هؤلاء الناس لاعتداءاتها. نحن نوثق جميع الحالات التي تصل المستشفى من أي الأطراف. لكن لكي تضح الصورة، نذكر الأطراف، من هي الأطراف التي تم رصد الانتهاكات التي ارتكبت في مدينة تعز من قبل ائتلاف رصد؟ ائتلاف الإغاثة الإنسانية. نعم، من قبل ائتلاف الإغاثة. من هي الأطراف؟ يعني هل هذه الانتهاكات تحسب على طرف واحد أم أنها يتحمل نتيجتها الطرفان؟ تحسب على جميع الأطراف. نعم. هناك قتلى وجرحى سقطوا بنيران المسلحين الحوثيين. هناك أيضا قتلى سقطوا بغارات وصفت التحالف بأنها خاطئة. نعم، الجميع مشارك. نعم، كيف تتعاملون أنتم مع هذه الانتهاكات؟ نحن في ائتلاف الإغاثة الإنسانية بدورنا نصدر البيانات والتقارير الإنسانية التي توضح هذا الوضع، وضع مدينة تعز. ترسل هذه البيانات والنداءات بالإضافة إلى التقارير، ترسل إلى الجهات المعنية. هناك في منظمة الأمم المتحدة، ترسل إلى المنظمة الإنسانية الداعمة حتى حقيقة الوضع الإنساني وما يحدث لأبناء مدينة تعز. نعم. أيضا إلى جانب هذا الرصد، هناك يتم رصد أيضا أعداد الأسر النازحة، أعداد الأسر المتضررة، حتى تطلع هذه المنظمات على حقيقة الوضع الإنساني ليتم التعامل معها بجدية والنظر إلى حجم. نعم. إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد أحمد عادل الصهيبي، كان معنا من تعز المتحدث الإعلامي باسم ائتلاف رصد، هو قطع الاتصال على نهاية المداخلة. ولكن أشكر جميع ضيوفي في ختام الحلقة مشاهدينا. أشكر إشراق المقطري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، كانت معنا عبر الهاتف من تعز. والشكر أيضا لمعالي وزير حقوق الإنسان السابقة السيدة حورية مشهور، كانت معنا من جنيف. كما أشكر أيضا كان معي أيضا وزير أو وكيل وزارة حقوق الإنسان السيد نبيل عبد الحفيظ، كان معنا من القاهرة. والشكر أيضا أحمد عادل الصهيبي. وختاما مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى أن ألتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله.